عاشق للمدينة التي كانت مهدا يوم ميلاده، متفان في العمل، صاحب كاريزما قوية، من الصعب معرفة ثنايا بنات أفكاره. مهندس برنامج في أحضان الشوية في هذا العدد عمار طربك. بشكركم على الاستضافة ونهنيكم بعيدكم هذا، ونهدي هذا الصرح الإعلامي الثقافي إلى كل سكان ولاية أم البواخي، وشكرا. ميس نتكرشت نتقان يتجادي الأرسام نتغيواني للولاية أم البواخي في غوصي وين يحلانت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم معنا وبرنامج في أحضان الشوية. مرحبا بكم إثما إثما من إهلا من إهتي لمسي رادون زير سيوم البواقية سادهس سبسان قان خسيها ذي لين حلال إن شاء الله أمكن السلام أصناتي ذو الساعة أنا جي ونغ جرالي غالن ذي شويا نتا ومهنغ سي عمار طرباق قان رحبيس. سيد عمار طرباق، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج في أحضان الشوية، مرحبا بك. محمد، وأشكرك جزيل الشكر على الاستضافة الكريمة، وأشكر كذلك سيد المدير وكذلك الطاقم الفني الذي يرافقك على هذه الاستضافة. شكرا شكرا. الله يبارك فيك سي عمر. لما نقولوا سي عمر طرباق أكيد ترتبط حميمية عمر بهذا المقر كونه هو اللي شرف على هندسة ومتابعة المشروع اللي كان من طرف ولاية أم البواقي بكل يعني حب وبكل ود. كانت العلاقة طيبة بين الإذاعة، وأمس فقط كانت إذاعة الجزائر من البواقي أحيت اليوم الوطني للصحافة، وكنتم من بين المدعوون وقلتوا كلمتكم بالمناسبة. لما نقولوا إذاعة البواقي نقولوا هذا الصرح الإعلامي. لما استفاد سي عمار، أنا بغيت يعني فضلت أنه نبدأ حوارنا بمقرنا، لما حظي سي عمار بهذا المشروع في دراسة، كيف كانت يعني نظرته وحميميته لإنجاز مثل هكذا جوهرة واللي تكون يعني مميزة؟ أولا اسمح لي سي محمد، مع اقتراب ونحن نستعد لاحتفال بالذكرى 62 لاندلاع الثورة التحريرية، أن أهنئ نفسي وأهنئ كافة سكان أم البواخي وكذلك كافة الجزائريين بهذه الذكرى التي سمحت لنا اليوم بأن نجتمع في مثل هذا الصرح الثقافي والإعلامي الهام. وأنت تحدثني عن هذا المبنى، فأنا لي فيه تاريخ كبير ولي فيه ضلع كبير، وكان لي الشرف بأن أحظى بمسابقة أو بالنجاح في مسابقة التي خصصتموها لإنجاز هذا المشروع. وبالنسبة لكل مهندس معماري، مثل هذه المشاريع الهامة والهيكلية في أي ولاية وفي أي بلدية وفي أي وطن، هي فرصة للمهندس المعماري لكي يبين قدراته الفنية والتقنية. والحمد لله بعد جهد جهيد وبمساعدة الجميع، مسؤولين وإطارات ومهندسين، تمكننا من إهداء هذا الصرح الإعلامي كما قلت لكافة الجزائريين، وبالخصوص إلى مواطني أم البواخي وإطاراتها وعلمائها ومثقفيها وأبنائها جميعا. ونحن بهذه المناسبة أغتنم مناسبة الاحتفال بأول نوفمبر بذكرى أول نوفمبر، لأهدي هذا الصرح لكل آبائنا المجاهدين وشهدائنا الأبرار وذويهم كذلك. وأنا إذا أتكلم عن المجاهدين فإنني من الذين يرون بأن كافة الشعب الجزائري
جاهد بطريقة أو بأخرى من أجل أن تنال الجزائر حريتها. نعم. فأنا أهدي هذا الصرح لهؤلاء جميعا. الله يبارك فيك أستاذ. الصحافة عندها دور كبير في تبليغ الرسالة، وإحنا إن شاء الله البارح كان ذكرى الخاصة ببسط السيادة على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الجزائري، وكذلك قبلها كان الاحتفال باليوم الوطني للصحافة. التغير اللي شتوه انتم كشركاء لمؤسسات الدولة كخواص، التغير اللي شتوه لما يعني بدأت الإذاعة في نشاطها؟ أولا أود أن أتكلم، وأنا كما تعلم أخ محمد أنا ابن مجاهد. نعم. وأنتمي قلبا وقالبا للأسرة الثورية. نعم. فكل أعضاء الأسرة الثورية وأنا أحييهم اليوم مجاهدين أبناء شهداء أبناء مجاهدين، أحييهم من هذا المنبر المنبر الأخوي، وأقدم لهم تهانية الخاصة بمناسبة ذكرى أول نوفمبر. أما في الصدى أو فيما حركته إذاعة أم البواقي في هذه الولاية، فأنا أظن أن دورها كان هاما جدا، وما لاحظته أنا شخصيا هو طاقمكم الذي وبدون مبالغة أراه كوموندير كومبيتون، عنده ذو كفاءة عالية، برهن من خلال ما قدمتموه من أعمال زدتم لهذا الصرح بهاء وجمالا. يعطيك الصحة سي عمر. نعم. شكرا. إذا نتواصل معكم مستمعينا الفاضل وبرنامج في أعمال أو في أحضان الشوية من إذاعة الجزائر من أم البواقي. ضيف الشاوية. ضيف الشاوية. ضيف الشاوية انتذ الشاوية إلا ومسن أم البواقي كل مسن 29 بلدية. إذن ضيف الشاوية اليوم إن شاء الله نيلي قالنك سي عمر مسمح إذايا نسلي كيف في عمر كابن مدينة عين كرش وشي نسلي دي سبوت أنه شكلوا ذي عجوج يعني ذي السنتر فيل ذي كرش تبع ذي كرش تكرش يعطيك صحة عمر. دا روح غير عمر ذا مزيانة نسن عمر كما ذي العمر النس ديم زوزة راحة كما غرس المساغر. أنا اللي نعرف مج عمر يعرف يمان سيمان استطاد عمر. والله يا أخي محمد سمحوك فقط. نعم. لي نبأ محزن قليل. نعم. في عائلة لمجاهد. حيث أود أن أقدم تعازي الحارة إلى عائلة بريزة، ومن خلالها أبي العزيز بريزة عبود وإخواني الأعزاء إخوة الفقيد بريزة صالح الصحفي الكف الذي وافته أبي الأمس المنية، أتمنى أن يتغمده المولى عز وجل برحمته إن شاء الله، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. أمين. أعطيك الصحة سي عمر ربي يرحمه إن شاء الله. للإشارة أنه والد المرحوم هو صديق لسي عمر وصديق للوالد. نعم. المرحوم. نعم. عمي صالح كذلك. نعم. أعتز بصدقتي. الله يبارك. شكرا. سي عمر نروح مباشرة إلى عمر الضيف. لما نقول عمر طرباق ربما العام الخاص في ولاية مبواقي وخارج الولاية يعرفوه كمكتب دراسات، والأقارب والأصدقاء يعرفوه ربما كعمر من حيث خصوصية اجتماعية من حيث منبت في المدينة. شكون هو عمر؟ والله سؤال محرج. لازم احنا راك ضيف احنا بغينا نعرفه بالضيف تاعنا. ولكن نعم نعم أود ونحن دائما بهذه المناسبة أن أذكر أنني أنا من الرعيل الأول لجيل ما بعد الاستقلال، يعني في سنة 1966 بالضبط في اليوم الثاني من شهر جوان سنة 1966. فأنا من أبوين كريمين جزائريين هما طرباق مسعود وسحالي شريفة. طرباق مسعود من هنشيرت مغني أصلا من بلدية عين كرشة، والأم من هي في الحقيقة شاوية الأصل، لكن جدي استوطن مدينة صالح بوشعور قسنطينة فصالح بوشعور فسكيكدا، فأنا فأمي تنتمي إلى تلك الجهة أيضا. أنت ابن الشرق الجزائري بامتياز. من الشرق الجزائري. ابن الشرق الجزائري بامتياز. نعم. وابن الجزائر. صح. بكل جدارة واستحقاق. الحمد لله. الحمد لله. أنا جزائري وبافتخار. حد النخاع كما يقال. الله يبارك. نعم.
سي عمر، المدرسة الابتدائية هي أول مرحلة للإنسان يفرح بها لما يدخل لعالم جديد. عمر في مساره الدراسي كما ذكر بعض الأصدقاء في بلدية عنكرشة اللي اتصلت بهم قبل أيام، قال يعني كان ممتاز في دراسته منذ بداياته الأولى في المرحلة الابتدائية. وين كانت، مش هي المدرسة اللي احتضنت عمر في المرحلة الابتدائية؟ والله أنا كما يعرفني العام والخاص، أنا منذ نعومة أظافري كنت دائما أحرص على كل ما أقوم به حرصا شديدا. فمنذ صغري كنت أهتم كثيرا بدراستي، وهذا بتوجيهات والدي العزيز المتوفى يرحمه الله، الذي ورغم أنه كان أميا إلا أنه كان يحرص شديد الحرص على أن نكون من الأوائل في مجال الدراسة، وكان دائما يحثنا على العمل والمثابرة والاجتهاد، وكان يراقبنا من بعيد ومن قريب. جميل جدا. هذا من ناحية الوالد، وكذلك الوالدة، فكل حسب المكان الذي يكون نكون فيه كان يساعدانني للمثابرة على العمل في دراستي. الدراسة الابتدائية زاولتها في مدينة عين كرشة، بالتحديد في مدرستين مختلفتين، المدرسة الجديدة ومدرسة 16 أفريل. نعم. أتذكر فيما أتذكره أنني كنت نقرأ عند سي كحول، الله يبارك، ذكره الله بخير، المجاهد والأب، وهو معلمي كذلك، سيد معنصر كحول. وكان والدي يعمل حارسا في تلك المدرسة، وكنت في بعض الأحيان أرى والدي يحث أستاذي ومعلمي كحول على أن يدرسني شخصيا خارج أوقات الدراسة، بحكم أنه صداقة، بحكم الصداقة وبحكم الجهاد. ما بديت ليكور قبل ليكور تاعك، بديت قبل ليكور قبل تاع المدير تاع الدار. أذكر كذلك فيما أذكر بعض الأساتذة أو المعلمين منهم الذين يعني وافتهم المدرسة، كيمون ماركي، سيدة بالطوم الكاملة، كاملة ربي يذكرها بخير، ربي يذكرها بالخير، زوج سمار. نعم. وكذلك السيدة سلوقي مسعودة، مسعودة نعم، خضرة. سيدة سلوقي خضرة، نعم، اللي كانوا خلقوا في المدرسة واحد الروح التنافسية اللي ما زدتش لاحظتها في المدارس. شكون منافسك بكل؟ كانت هناك منافسة كبيرة. شكون منافسك الشخصي؟ منافسي الشخصي هناك بالعديد من التلاميذ النجباء الذين احترموهم الآن أساتذة ومهندسين وأطباء، كلهم. أذكر بن دباش الزين، بوشوارب الأخضر، النام حمد، من البنات نسيتهن يعني، كان ولكن هناك من البنات كذلك تتميز لكن سمحت لي سي عمر، تتميز ربما ما نكون كحيادي لكن لا بأس، تتميز عن كرشة بهذه الطاقات في الدراسة. الآن أنا مع احترامي لكل بلديات أكيد بلديات الولاية، وهي تضم من الطاقات ما شاء الله كذلك، إلا أن في عين كرشة هناك نوع من التنافسية العلمية. جميل. التنافسية العلمية التي ألاحظها الآن عبر فيسبوك أنها متواجدة لحد الآن. فحقيقة هناك تنافسية علمية في مدينة عين كرشة. نروح مباشرة للمرحلة الإكمالية لأن الوقت داهمنا والحديث شيق والوقت ضيق كما يقال. المرحلة الإكمالية وين كانت؟ المرحلة الإكمالية كانت في مدينة عين كرشة، وكانت أذكر كذلك أننا كنا أول دفعة تدرس المرحلة الإكمالية في مدينة عين كرشة، حيث فتحت مدرسة ابتدائية لتخصص كمتوسطة لتفادي انتقال التلاميذ إلى هنشير تمغني أو إلى عين مليلة. الإشارة أن هنشير تمغني كانت تحتوي أبناء عين كرشة، هنشير تمغني كانت فيها متوسطة وكانت تحتوي أبناء عين كرشة، بعد لحقت على بعز عبود اللي كانت ثم بعد ذلك انتقلنا من المدرسة الابتدائية إلى المتوسطة الأولى، وهي
الإكمالية بعزيز عبود، حيث زاولت حوالي 3 سنوات بتلك المدرسة، وكانت من أجمل الأيام التي قضيتها في حياتي الدراسية. وأذكر هنا كذلك حتى نكون أوفياء، من أحسن المعلمين الذين يعني خلوا بصمة، وهم جميعهم أكفاء. لاحظ سيدي أن في تلك الفترة كان كافة المعلمين كانوا أكفاء، لكن هؤلاء خلوا بصمة عندي. نذكر منهم أستاذ اللغة العربية، وهو متوفى الآن، وهو شاعر، شريف شناتلية. رحمه الله. رحمه الله. هو من وكذلك كان يحمسنا في داخل القسم. كان رجلا شريفا ومتعلما ومثقفا، وكان يعلمنا مبادئ الشعر لأنه كان شاعرا. ومنه، وسوف نحكي فيما بعد، أنني كنت كذلك شاعرا فيما سبق. الشريف يقول راه من الرعي الأول لكن حريص على اللغة العربية. نعم. لا مجال لترك اللغة العربية، فهي لغة القرآن. ونحن نحترمها احتراماً الشديد لديننا، لديننا وهويتنا العربية. قلت هناك كذلك أذكر عبد الله قوش. سي عبد الله قوش الذي درسنا اللغة الفرنسية، وهو رجل متمكن في 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 مجاله. وما نعرفه عن سي عبد الله هو سهوه في بعض الأحيان. ففي الفترة التي كنت أدرس فيها كان يبني في منزله العائلي، وكان بالصدفة كان المكان اللي يبني فيه مقابل القسم اللي يدرس فيه، فكان يسهو من كثرة المصاريف أمام النافذة ليرى الورشة في أين تذهب. هذا ما كنت أذكره. جميل جدا. نذكر كذلك ونتمنى له الشفاء الشيخ دراجي بوشاكور، الله يبارك، الذي علمنا الفرنسية. وقامة تربوية وكاريزما. نعم. ومميز جدا. المبادئ. مميز جدا. نعم. نتمنى له الشفاء. نعم. غنام يونس. نعم. أستاذ الرياضيات. نعم. هو من أكفأ الأساتذة في الرياضيات الذي شاهدتهم أو الذي عرفتهم. كذلك زينو غنام، مدرب الفريق الحالي، فكان يدرسنا الإنجليزية، وهو أستاذ بارع. نعم. هو دكتور الآن في الجامعة، وهو الآن دكتور في الجامعة ويدرس في الجامعة. شوية في أحضان شوية. نتواصل بكم مستمعينا الفاضل في كل مكان، وبرنامج في أحضان الشوية ضيفنا العزيز السي عمر طرباق. هذه الأغنية عمر كذلك من الأغاني اللي الرعي الأول والجيل الأول كان يحبها. ميولاتك الفنية واش تشتي تسمع يعني عمر؟ والله أنا بحكم أني مهندس معماري فأنا ذواق جدا لكل ما هو فن. أما بالنسبة للأغنية فأنا أتذوق كل الفن الجزائري والعالمي بصفة عامة. حاجة جميلة. بصفة مقتضبة ومختصرة أقول أنه كل ما يطربني يعجبني. الله يبارك. وأنا لي ميولات. أنا أحب الطرب الشعبي العاصمي. الطرب الشعبي العاصمي. أحب كذلك باقي الطبوع الجزائرية، والحمد لله الجزائر واسعة وهي قارة. ففيها من الطبوع ما يعجبني، وبخصوص الأغنية الشوية التي تحرك مشاعري كذلك، وتحرك كذلك وجداني الشاوي الذي هو في متأصل فيه. فأنا كلما أستمع إلى أغنية شوية فأتذكر من خلاله. وأنت تعرف سيدي الكريم أن الأغنية الشوية هي أغنية ملتزمة، صح، هي أغنية ثورية وأغنية اجتماعية. فإن يمكن أن نستمع للأغنية الشوية في البيت وفي العمل وفي كل مكان، فهي أغنية مهذبة نظيفة. وأنا أعتز بانتمائي لكل ما هو شاوي، وخاصة الأغنية الشاوية. نعم. يعطيك الصحة سي عمر. سي عمر نروح الآن لعمر مهندس داخل المرحلة الثانوية. المرحلة الثانوية مهمة جدا، حتى لا أنسى بعض الأفضل ذوي الفضل علينا. تفضل سي عمر.
في المدرسة الثانوية في الثانوية في وقتي أنا لم تكن هناك ثانوية بمدينة عين كرشة، وأود بهذه المناسبة أن أذكر إخواني أبناء أم البواقي كافة، لأنه على الرجال أن يذكروا خير الرجال على الرجال. صح. فالحمد لله اليوم في كل بلدية، في كل قرية، في كل دائرة ثانوية متوسط، عديد من المتوسطات والعديد من الابتدائيات. هو في الحقيقة مجهود للدولة الجزائرية، ولكن أثمن الدور الذي قام به النائب والوزير السيد بوبكر بن بوزيد، الذي رغم ما يقال عنه إلا أنه من خيرة أبناء هذه الولاية، وكان يحب هذه الولاية كثيرا، والدليل في هذه الثانويات والمتوسطات والمتواجدة عبر ربوع الولاية. أما في وقتنا نحن فكانت الثانوية عزيزة جدا، وكانت هناك ثانويتان بمدينة عين ميلا، وأنا كنت من الناجحين فانتقلت إلى الثانوية في شعبة الرياضيات. في هذاك الوقت كانت شعبة الرياضيات للممتازين، كذلك مش كما درك عاد ندوها غير الممتازين، بالعكس لست أفهم، ولكن كنا من الممتازين. فانتقلنا إلى ثانوية، أنا كنت سأنتقل إلى خزندار في قسنطينة. في خزندار كنت ننتقل نرمو إلى قسنطينة للدراسة في خزندار، إلا أن الطاقم المدرس في آنذاك نظروا إلى حالة والدي المادية، فعفوني فتركوني في علمنا في منتوري في المدرسة في شعبة الرياضيات العادية. منتوري كانت وهي مدرسة مرموقة، ثانوية مرموقة. وأشكر كل الذين كانوا قائمين آنذاك على تلك الثانوية، على المجهودات التي بذلوها من احترام وتربية. الله يبارك. هذا ما عهدته في تلك الثانوية. أذكر في تلك الثانوية السيدة الفاضلة ذات الجنسية الفرنسية، وهي مدام عجال. نعم. هي متزوجة بجزائري عجال، توفي الله يرحمه. هي الآن هي في فرنسا. وددت دائما أن أشكرها على ما تقوم به. أذكر فيما أذكر أن هذه السيدة كنا نأتي من عين كرشة مبللين في الشتاء، فكانت تنتظرنا لا تبدأ الدرس، وهي الفرنسية الجنسية المسلمة، وهي مسلمة الجنسية الفرنسية، كانت تنتظرنا حتى ندخل المدرسة نحن الثلاثة من عين كرشة. أنا بن دباش الزين، كان معنا محمد الأخضر بوشوار، كانت معنا حميدة قلاتي، كان معنا ثاني غزلان نبيل. هذوك من بعد نسحبوا، وجمال مجدل. نعم. جمال مجدل والأخضر والأخضر ونبيل نسحبوا ولو علوم. نعم. وإحنا وأنا والزين بقينا رياضيات. بقينا رياضيات. جميل. ونجحنا الحمد لله. الله يبارك. شحال وش من عام بكالوريا؟ بكالوريا 85. نعم. شحال كان معدل بكالوريا؟ 85 كان معدل متوسط 12 من 20. لكن كانت الدراسة صعبة، لكن سنة احنا كنا ندرسو، كنا نخرجو الصباح على 5 تاع الصباح، يهزنا عمي رافع ابو شرب الله يرحمه بالحفل، لوبيس كان لنا اب كذلك، لانه كان يحافظ علينا في الذهاب في الذهاب وفي الاياب. ربي يرحمه ربي يرحمه ربي يرحمه. كنا وين كنا ندرسوا؟ كنا ندرسوا في القهاوي. كان المجلس تاعنا، او عندما نخرجوا من الثانويه تاع منتوري نروحوا، كان زوج قهاوي في وسط المدينه تاع عين ميلا. نشكر كذلك كافه مواطني عين ميلا الذين احتضنونا، كانوا يسلكونا الحليب، كانوا يسلكونا القهوه، كانوا يسلكونا لي كرواسو. كان اهتمام بالطالب بكري. نعم، كان اهتمام، كانوا يحترمونا، وكنا ندرسوا في المقاهي. كذلك الوسائل اللي عند بنتي اليوم ماهيش الوسائل اللي كانت عندي. صح. كان عندنا كيعود عندنا ان بورداس كنا ندولوه. اذكر كذلك ويجب ان نذكرها، انه يوم البكالوريا هذه السيده مدام عجال هذه جابت ان ساشي تاع حلوه، هذاك الوقت ما كانش يديروها، جابت ان ساشي تاع حلوه ودخلت لينا حنا يا فينسر كلاس تاع الماتيريال، دخلت لينا وتعطينا كل واحد تعطي حبة حلوة وتقولوا الخصوصية نتاعو. واش هي خصوصية عمر؟ خصوصية عمر أنها جاتني عطتني حبة تاع الهواء، قالت لي تو بو ميو فير نو تينيرف با، باسكو
السافيك جو مينير حفظيسك على بالها على بالها تري بيان باللي قادر نتخلق. ونزيد نقول لك سي محمد لو كان مش هذيك هذاك التشجيع كنت بالك ما عنديش بكالوريا لي. فانا اشكر تلك السيده شكرا جزيلا وارجو من المولى عز وجل ان يسهل لها حياتها ما بقي من حياتها. امين ان شاء الله يا رب العالمين. عمر نروح الان ما بقاش كثير من الوقت لكن لا باس نروح الان مرحله الجامعه اللي هي مهمه في مسار الجامعه باختصار لانه ما بقاش كثير من الوقت. واش كيف كانت حياه عمر لانه من عنكرشه العيم ليله زاد 60 كيلو راح لقسنطينه وكانت زرزاره كان زرزارة هي احتضان لكن في القصبة كانت في القصبة هبطة زرزارة بلدنا في الجامعة كذلك هي من أجمل أيام حياتي. الحياة الجامعية كما تعلم سي محمد هي مليئة بالأمور الشيقة ذكريات الشباب ذكريات حميمية كثيرة ومحطات كثيرة. أنا أشكر الدولة الجزائرية أنها سمحت لابن فقير مثلي ومثل أبناء الجزائريين كافة أن مكنتنا أن نقتات في تلك المطابخ والمناقد وبأسعار بالثمن الرمزي جداً. ومكنتنا كذلك بالإيواء بالثمن الرمزي ولحد الساعة ولحد الساعة وهذه من أفضل من أفضل ليس بالأشخاص من أفضل الجزائر الجزائر الحرة على أبنائها. فنحن نثمن هذا رغم كل النقائص التي كانت موجودة إلا أننا نثمن هذا لأن أغلبية الطلبة لو لم يكن هذا التشجيع ولو لم يكن هذا الثمن الرمزي لما تمكنوا من الدراسة. فقصتي مع الهندسة المعمارية أنني أنا وسي زين بن دباس وكان صديقي وهو لحد الآن صديقي وأخي ذهبنا من عين كرشة لنسجل في كلية الطب. في ذاك الوقت كان بإمكاننا أن نسجل في كلية الطب. فلما وصلنا إلى مستشفى قسنطينة بن باديس قيل لنا أن القائمة قد أغلقت. فعدنا خائبين. ثم كانت الرغبة باش نديروا طب. كنا راح كانت الرغبة باش نديروا طب. هذاك الوقت الناس كل يقول لك طبيب. بون راح نديروا طبيب. مي الأقدار تشاء ما لا يشاء الإنسان. عدنا خائبين جينا مع القنطره هذيك تاع السبيطار وهبطنا جينا طحنا في القصبه. القصبه من القصبه كانت فيها ليكول تاع الاركتيكتور وكان فيها ليكول تاع الاخرى ليناتا تاع التغذيه والبيطاره كذلك. بون كي جينا هابطين ديغوتينا انا وزين كنا هابطين فدخلنا لهذيك نحوسوا ديغوتين هابطين خلنا لقيناهم يسجلوا في البيطاره وفي ذاك كاين اماكن ونا شوازي كوم سا سون بلا اختيار. ما نعرفوا الهندسه المعماريه ما على بالنا في الهندسه المعماريه انا ايتي انسكري سو لي ليست تاع لي زاركتيكت والحمد لله المسار كان مليح مسار دراسي المسار كان مليح ومتواصل بدون تعثرات. ما كانش تعثرات انا كزميلي كنا مجتهدين الحمد لله كنا مثابرين ومجتهدين. الحاجه اللي بقات في ذاكرتك الاخيره ربما في هذه الساعه الاولى في الجامعه خاصه لانه هي مسار اللي اسست للاخ عمر انه يكون مهندس معماري متميز في اي مجال في سبع سنوات خمس سنوات تقريبا. الحاجه اللي بقات في الذاكره تاعك سواء مع استاذ مع طالب مع صديق مع حاجه اللي بقات اذكر وهو استاذ بليل. استاذ بليل هو يعني هو كذلك من المهندسين المعماريين الناجحين حاليا وهو حائز على احسن انجاز للمكتبه الوطنيه مكتبه المطالعه العموميه. احترمه ويحترمني كثيرا. كنت ادرس عنده ففي احدى ليزيكسبوزيسيون في احدى العروض كنا نعرض مجسمات. فانا قمت بعمل هائل لمجسم ملعب معروف انا ذاك نسيت اسمه. وهناك بعض الفتيات النساء يعني انا بالنسبه لي جاتني ما قدموش يعني انجاز مليح وانا كنت مشاكس ولا اريد ان يفوتني احد في النقاط. ففوجئت لما اعطاني نقطه ادنى من تلك الفتيات. فقلت او جي ريكلامي او بري دو لوي. فهو تنرفا سي بالليل مشكور تنرفا كسر لي لا ماكات
كسرها كومبليتوم الى الى كومبليتوم ديترويت. ومن بعد غضب مني وغضبت منه وعطاني صفر صفر. قال لي كي تو ريكلام نعطيك صفر، لكنه بحسن نيته وقيمته وقيمته العلميه في الاخير لقيت ان النقطه تاعي كانت 16 من 20. نشكر سي بليل، هذه يعني من النقاط النقاط في كان نقطه اخرى ثاني الاخيره ربما يعني الاخيره في الجامعه هي في لا تيز تاعي. الور مع لا تيز تاعي جي بيردو مون بير، نعم توفى الوالد الكريم، وكانت ظروفي الماديه صعبه، وعلى بالك باللي العروض الهندسيه تتطلب أمور مادية، فاضطررت إلى أن أشتغل كمعلم في الثانوية. وكنت مدير، أنا مبكي عندي ميول شاوي، كنت مدير لاتيستاي سي لابيتا شاوي وزورس أريس أريس موجو كوني تري تري بيان لا ريجون تاع أريس. درت دراسة شاملة على ذلك، فكنت نوض الصباح من قسنطينة نروح باربوس أريس، والعشية كان عندي ساعة ساعة يكون عندي دروس. تولي تدرس ندرس في الثانوية تاع بهلول في عين فكرة. شكرا سي عمار، المسار جميل جدا ومميز. انت الشاوي تحب الشاوي، نسمعوا هذا النغم الشاوي. نعم. في أحضان الشوية شريف اليوم، وفي الساعة الثانية نتواصل معكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وبرنامج في أحضان الشوية في ثاني محطة اللي ارتأيت أن نسميها المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة في منظور الهندسة المعمارية. بكل صراحة نذكر السادة المستمعين أنه حتى الزميل والسيد مدير إذاعة سي يزيد بن حمودة في حواري وفي تحضيرنا لهذا البرنامج، بالرغم أنه أني عارفك مؤخر لمدة سنة، لكن عرف جوانب خفية هو عنده نوع من الفراسة يقرأ الإنسان، وركز على بعض النقاط اللي هي هذه المدينة الفاضلة. سي عمار، لما نقوله المدينة الفاضلة نروح مباشرة إلى تخصص سي عمار طرباك، مهندس في الهندسة المعمارية. لما نقوله المدينة الفاضلة نشاهده يعني هذه المدن تاعنا، بالرغم أنه كما ذكرت أنه الجزائر يعني بذلت مجهودات بالرغم القوانين زيرو بيتكاز، والثاني المدى المراسلة الثانية تاع وزارة السكن اللي تزيد تدعم هذا النمط السكني باش تعطي وجه لائق بالمدينة. لما نقول المدينة الفاضلة، كيف يرى المهندس عمر طرباك المدينة في نظرته كمهندس؟ والله ظن أن المنبر أو الموضوع الذي نحن فيه لا يسعني لأن أتكلم عن المدينة بشكل كبير، فما بالك عن المدينة الفاضلة. فهي مدينة فاضلة، فهي في أفكار ابن خلدون، نعم، ها، وهي حقيقة مدينة فاضلة لا يمكن أن نتصورها في أيامنا هذه. ولكن ما يمكن أن نقوله عن المدينة الجزائرية هو ما نقوله عن الهندسة المعمارية أو العمران بصفة عامة في الجزائر. فنحن الجزائريين نفتخر كثيرا، ولنا من العزة ما يجعلنا دائما نرى أنفسنا وكأننا من العظماء، ولكننا في حقيقة الأمر وطن فتي ووطن خارج من استعمار مدمر. فهو ليس استعمار مستعمر أو معمر، بل هو استعمار مدمر على حد قول مالك بن نبي أنه مستدمر. نعم. حيث دمر فينا، حاول أن يدمر فينا شخصيتنا، ونجح في إلى حد بعيد، إذا لم يتمكن فقط من تدمير هويتنا الإسلامية وانتماءنا العربي بحكم أننا مسلمين، بالرغم من أننا في جميع الأحوال أمازيغ، كلنا أمازيغ،
كل الجزائريين أمازيغ عربهم الإسلام، ونحن نفتخر بعروبتنا هذه من خلال إسلامنا، ونفتخر بأصالتنا الأمازيغية. فالأمازيغ يعني الرجال أو الرجال والنساء الأحرار، ومن منا ومن من 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 الناس من لا يكون من لا يحب أن يكون حرا. أكيد. ونحن اليوم نحتفل بذكرى التي بذلنا بها النفس والنفيس بمليون ونصف المليون شهيد، وهي حوالي 8 ملايين منذ الاستعمار، منذ دخول الاستعمار إلى خروجه، هي تفوق بكثير هذا العدد، فكلهم شهداء رحمهم الله. وكذلك إذا أردت أن نتكلم عن المدينة الجزائرية، يجب أن نقول أو نعترف أننا دولة فتية في طور النشأة، في طور البنيان. فالجزائر ورشة كبرى مفتوحة لازلت في بدايتها، فلا يمكن أن نتصور أنفسنا أو مدننا كمدن فرنسا أو مدن ألمانيا أو مدن أمريكا، ولكن يجب أن نثمن أننا بعد الاستقلال مباشرة كنا نعيش مثلا عين كرشة، كانت دشرة صغيرة، وهي الحمد لله اليوم مدينة كبيرة، أصبح لها من الشوارع المهمة جدا، أصبحت فيها حياة مدنية مهيكلة بالرغم من كل النقائص المتواجدة فيها. كذلك يجب أن الإنسان يعترف بهذا. المدينة في نظري وفي نظر المهندسين المعماريين، المدينة الجزائرية كالهندسة المعمارية، نحن نبحث عن نمط هندسي داير في الشعار تاع المكتب تاعي، نعم. العمل تاعي من أجل هندسة معمارية جزائرية. نحن نبحث عنها. نحن الآن نقتبس من الحضارة الإسلامية ومن الحضارة الفرنسية ومن الحضارة العالمية ككل، ولكننا لحد الآن أقول لم نتمكن بعد من إيجاد نموذج جزائري بحث معترف به. أعطيك صحة عمر. عمر، رحوا نقطة ثانية، وأنت في الورشة بداياتك، أول مشروع قام به عمر؟ أول مشروع قمت به كانت بلدية إنجاز، دراسة وإنجاز بلدية العميرية، ولاد جليلة. كما كانت بكري برارك، أنا هو اللي قمت بأول إنجاز ثم مع بعض المحلات. أشكر كل سكان تلك المنطقة، منطقة العاملية والسيفوس المضيافين. أذكر أنني كنت أقتني من مدينة العاميرية وفي طريقي ذهابا وإيابا في الصيف الكنطالو، من أحسن وأجود أنواع الكنطالو الموجودة التي ذقتها في حياتي. وكذلك الكرتوس التين، التين من أجود التين المتواجد فيه. أخسمة تسلم تلك الكنطالو سأس فهمين. الكنطالو هو نوع من البطيخ، من ألذ الكنطالو، هو في جي صغير وبنين، هذا مختص وشمام وحلو. هذا ما كانش أنا ذقته غير في جويه العميرية وسيقوس. الله يبارك. عمر، نروح الآن لداخل مؤسسة عمر طرباك، بعد ما نحكوا على الهندسة. انضباط كبير لما تدخل المؤسسة، داخل المؤسسة مع زملائك اللي يعملوا معك وزميلاتك وحتى اللي يخدموا في الورشة برا، سر هذا النجاح في العمل أكيد مسبوق ب ما نقولوش سياسة، لكن نقول بطريقة تعاملية بين كل أفراد المؤسسة. والله المسؤول، الإنسان المسؤول هو ليس بالضرورة إنسان متسلط. الإنسان المسؤول هو سمنور دوم، المسؤول في عائلته أو في مكان عمله أو في أي مكان كان، في مسؤولية سياسية أو مسؤولية كما أنا بروفيسيونال عملية أو 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 أو. فالإنسان لازم يكون أن يكون قائدا لجماعة من الرجال، لا يجب أن يكون متسلطا ولا يجب أن يكون متشبثا بأفكاره، لأن من بين من تتعامل معهم ومن يتعامل معي هم من المهندسين الذين أحترمهم جميعا وأشكرهم. وبحكم سني الآن أنا أكبرهم، أكبر مهندسين وأكبر سنا، ليس علما، أنا أكبرهم سنا، فإنني أحاول دائما
وبدون أن أبخل على أحد أن أعطيهم من خبرتي ومن معلوماتي العلمية بدون تحفظ. جميل جدا. وأعلمهم دائما شيئين، أن يكونوا رجالا مخلصين في عملهم، وأن يتفادوا الرشوة، لأن ما قد يقلل من قيمة الإنسان أو من المهندس أو من أي مسؤول هو وقوعه في 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 هذه الأمور الدنيئة التي تجعله لا يحترم عمله ولا الأشخاص الذين معه. نعم، ويفقد احترامه كذلك. ويفقد احترامه. الالتزام والانضباط أحيانا الصرامة عمر. أنا إنسان لست صارما بالصورة التي أنت وضعت. أنا إنسان أميز بين العمل وأوقات وغير العمل. جميل. عندما نعمل فلنعمل. خارج العمل؟ وخارج العمل فأنا إنسان بسيط عادي، أضحك أغني سانيتو والله عمر. خارج العمل ربما الناس يقولوا مدام فيه انشغالات كثيرة وفيه مشاريع كثيرة الله يبارك، خارج العمل اهتماماتك الجمعوية النضالية كيف هي؟ هل فيه اهتمامات؟ لأنه نعرف أن عمر كان رئيس فريق في عين كرشان لاجيباك اللي هي راهي في المرتبة الأولى اليوم. أنا كنت بحكم موقعي في المجتمع كنت سياسيا كذلك، لا تنسى هذا. كنت تمارس سياسة عمر؟ كنت نعم، أنا ابن مجاهد وكنت توسط إلى أرقى المراتب في منظمة أبناء المجاهدين إلى منقب مرتبة عضو بالمجلس الوطني لأبناء المجاهدين، وكنت عضو قيادي بالمنظمة الولائية، كنت مسؤول التنظيم هنا بالمنظمة الولائية، كنت كذلك عضو مؤسس في حزب التجمع الوطني الديمقراطي. نعم. كنت تمكنت من أن أوصل إلى مسؤول تنظيم بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ولكنني اعتزلت السياسة مرغما لأنني فوجئت كباقي الإطارات أن ممتهني السياسة لا يحبذون الكفاءة ومالوا إلى الرداءة، فانسحبت مع إخواني من الأكفاء. وأعلمكم إن كان ممكن تفضل، أنني نويت الرجوع إلى السياسة لنبذ هؤلاء. الله يبارك. أكتب لي إن شاء الله السياسة إن شاء الله. هذا يعني المهندس مع أن الرياضة نعم ياها اسمح لي يعني نعم. المهندس ولا الإعلامي ولا عنده فضاء في نشاطه السياسي في الجمعوي، ما يمنعش وما يأثرش على العمل، ما يأثرش. نعم. ما يأثر. جميل جدا في الرياضة. لا يؤثر بتاتا. جميل جدا في الرياضة. بالعكس، المهندس المعماري عنده من المؤهلات ما يمكنه من تبوء مراتب سياسية هامة، لأنه الجانب العملي الذي فيه يؤهله لأن يكون مسؤولا ناجحا في الدولة الجزائرية. جميل جدا. إلى الرياضة. إلى الرياضة. الرياضة أنا كنت رياضيا. إقارة سعودة والسارة. نعم. كنت رياضيا، كنت لاعب كرة قدم فاشل. عكس خوك. فاشل جدا. عكس أخي هو كان ممتاز. ممتاز. أنا كنت فاشل. نجحت في رياضة التنس الطاولة. بيك بونغ. الإنجليز. كنت في الإنجليز. نشكر بالمناسبة أخي وصديقي وأبي سليمان بوشاغور الذي علمنا وأحسن تربيتنا. جميل. نشكره جزيل الشكر. قلت كنت بون جوار تاع البينغ بونغ، رحت حتى للمنافسات الوطنية في سيدي بلعباس ومن ثم انسحبت. كنت كذلك سكوت كشافة. كنت كشاف ونلت جائزة أحسن كشاف على مستوى ولاية الأمبواقي، وزدت رحت للجزائر ديت جائزة، رحت بها لألمان. نورمالمون نروح لألمان لرديا ذاك الوقت كشاعر. وش هو الشعر اللي درته؟ اللي هو شاعر. كنت في هذاك الوقت في سنة 78 توفى قائد الجزائر رحمه الله هو ربو مدين، وأنا بهذه المناسبة أود الترحم عليه وعلى كافة الذين أخلصوا لهذا الوطن. ومن بين هؤلاء فخامته رئيسنا رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي نتمنى له الشفاء العاجل وأن يرجع إلى عمله، وهو يواصل عمله رغم الداء إلى أنه يواصل جاهدا. فأنا أشكره وأجله وأتمنى من الله والمولى عز وجل أن يوفقه فيما تبقى من مسؤولياته، إن شاء الله، وأن يطيل لنا في عمره إن شاء الله.
شوقتنا نعرف بيت من أبيات الشعر ولو إذا كانت تتذكر بيت ما تذكرتش. لا أتذكر بتاتا. فهي كانت كلمة ارتجال. أنا كنت جيتي اوبورتينيست كنت انا وخلودة فرحاوي. نعم خلودة فرحاوي نحيو بالمناسبة وصديق وزميل ومسؤول كذلك. كان بنعمو ثاني بنعمو فرحاوي كنا جملة تلاميذ متنافسين في الكشافة متنافسين في الدراسة متنافسين. هما راحوا هما يعرفوا خير من العربية. نعم هما داروا أبيات داروا قصائد تتحدث واحد على الطبيعة واحد ذلك. وذاك الوقت فخامة الرئيس توفى فأنا اغتنب درت قصيدة على درت قصيدة قصيرة على المرحوم وعلى وفاته. فنالت إعجاب المسؤولين ورحت بها حتى الجزائر العاصمة ونافست بلك دينا لدوزيام بلاس بعد قبل واحد. نعم يعني هنا وعليها تحبثت أنه نتحدث على هذه الأمور باش نبينوا للمستمع الكريم وخاصة إخواننا الشباب اللي تخرجوا من الجامعات باش يحل مكتب دراسات ولا يكون مهني من أي مهن أنه هذا لا يمنع أنه يكون عنده ميولات أخرى. روح إذا كان سمحت لي سي عمر أنت ذكرت قبيلة حنينك لمدينة إنكرشا وتحدثت على عين مليلة وشكرت الناس عين مليلة يحتووك ودرست في عين فكرون ودور بزاف في أم بواقي وعين البيضة عين مدن كثيرة. نشوفوا أنه ولاية أم بواقي ولات ورشة وبرامج عديدة في السكن اللي خصتها الدولة كما ذكرت في البداية أنه الخير تاع الدولة نعدوه وشكر الدولة الجزائرية أنه مجانية التعليم اللي هي أعطت فرصة لأمثالك وكثير أبناء الجزائر أنه يتلقاوا هذا المسار المهني وكذلك السكن الاجتماعي اللي ربما الدولة الوحيدة على مستوى أغلب يعني نطاق على مستوى العالمي اللي تتسخر هذا وتوفر هذا السكن الاجتماعي. أنت كمهندس معماري مشكل السكن وش يمثل لك كعائق وكإشكال كبير بالرغم أنه مجهودات الدولة راهي يعني يوميا في عملية ترحيل وفي عملية تشييد وبناء؟ أولا سؤالك متشعب جدا أخي محمد. أولا تكلمت عن إنكرشا. نعم هي مدن وفيها ورشات ونواحي إنكرشا. لا إنكرشا كمدينة نعم فهي مسقط ورأسي أكيد وهي عشقي الأول والأخير. فكل الناس من أصدقاء ومن الذين لا يعرفونني كلما التقوا بي وعليه راك عايش في عين كرشا وعليه راك عايش في عين كرشا كما نحب عين كرشا تو سامبلومون. عين كرشا فيها عرشي فيها أصحابي فيها ذكرياتي فيها ألعابي في كل جهة من جهات عين كرشا تذكرني بجزء من أجزاء حياتي. فأنا لن أتخلى عن هذه المدينة وإنني من الذين يعملون على أن تتطور إن شاء الله. ثانيا مدينة الكبرى هي ولاية أم البواخي ففيها رزقي ومنها تمكنت من أن أطور عملي وفيها خرجت قدراتي العلمية حيث مكنني أهلها وأصدقائي من المقاولين وبالرغم من أنني متشدد ومعروف عندهم بالصرامة الكبيرة ولكنني من جانب آخر كلما أنجزنا إنجاز كلما يشكرنا المسؤولين ويشكرنا ونحن بذلك نسعى إلى رضا الله أولا ثم رضا المسؤولين أو أصحاب المشاريع الذين وضعوا ثقتهم فينا ثالثا هذا واجبنا. ونحن لسنا صارمين بل نحن نطبق القانون. لسنا مجحفين في حق المقاولين ولكننا نحاول أن نحميهم لأنه في أغلب الأحيان هناك من المقاولين سامحهم الله من لا يعرف قدر ما هو في بصدد إنجازه. فنحن نحاول بطريقة وبأخرى أن نبين له الطريق السوي حتى تأسيس لثقافة مقاولتية. نعم تأسيس ثقافة مقاولتية. وإن سمحت لي في هذه الثقافة المقاولتية أنا أرى أن مجهود الدولة غير كافي فيجب كما نحن الآن نشجع في المقاولات الصينية والتركية والإسبانية وهي ليست بعيدة عنا تقنيا ولا علميا تلك الأموال التي تصب في 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 حساباتي في حسابات الصينيين والأتراك وكذا كان يجب أن تصب في حسابات الجزائريين لكي يؤسسوا شركات يمكنها أن تضاهي تلك الشركات. والدليل على ذلك أن كل جزائري يخرج من الجزائر أو يترك الجزائر يصبح مخ يصبح دماغ. صح
وكثرة الأدمغة هي في الجزائر، لكن لم تتح لها الفرصة في مجال الدراسة وفي مجال المقاولاتية. ففي مجال الدراسة مثلا، لا 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 على سبيل الحصر، أتظن أننا نحن الجزائريين لسنا أكفاء لكي ننجز المسجد الأكبر والمسجد العظيم الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية؟ نحن أكفاء وباستطاعتنا أن ننجز أحسن منه. فإن كانت تنقصنا بعض التقنيات فنحن نجلبها ولا نحرم من مثل هذه المجال. إذا لم تعطى الفرصة للمهندس الجزائري لكي يثمن قدراته في وطنه، فأين يثمنها؟ نحن كل الجزائريين وكل إطار الجزائري ليست من 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 أولئك الذين يحبذون ترك وطنهم، بل نحن نحبذ أن نبقى في وطننا وأن نناضل في وطننا وأن ننجح في وطننا، لأنه أغلى وأحب وأجود نجاح هو أن تكون بين أهلك حتى تحس به ويحس به أهلك. صح سي عمر. سي عمر إذا كان سمحت، ربما كلام جميل، والأجمل أن نهديك هذا النغم ونعد. اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونتواصل معكم وبرنامج في احضاني الشاويه. اذا ليس بزمن البعيد احيانا اليوم الوطني للصحافه الموافق للثاني والعشرين من شهر اكتوبر، وامس كانت ذكرى بسط السياده على مؤسستي الاذاعه والتلفزيون الجزائري. هذا الصرح الاعلامي الذي حظي بزياره مجموعه من الوزراء على غرار وزراء قطاع الاتصال. نستمع لهذه التسجيلات ونعود. في برنامج وزارتنا اعطينا الاولويه للتكوين، احنا لازم يعني هذا المقرات الجديده نستعملها باوسع ونستعملها يعني ب 100%. هذه الاذاعه الجديده والحمد لله يعني تتوفر فيها كل شروط، يعني حتى فيها ربما قاعات متخصصه للتكوين. عندنا مركز في الجزائر ومركز تيبازا، عندنا مركز كذلك في وهران لما تكمل الاذاعه الجديده يكون في وهران، وانا اتمنى ان تكون يعني المقر التكوين الجهوي هنا في كل شرق بلادنا في ام البواقي، لانه يعني هذه الاذاعه تكون لها دور اكثر من اذاعه جهويه، ولكن في مجال التكوين تكون كل شرق الجزائر. نتكلم على التكوين، على الاحترافية، على أخير مركز في تيبازا 70 كيلومتر على الجزائر العاصمة، وكان مركز آخر في أم البواقي، هو بصراحة أكبر مقر ولا مركز في الجزائر، أكبر من تيبازا. إذن أنا مسرور جدا ومبروك عليكم المقر هذا اللي ما شفتوش يعني مثال في الجزائر. إذن هي شهادة معالي وزير الاتصال السابق سيد عبد القادر مساهل، وكذلك الوزير الحالي وزير قطاع الاتصال السيد حميد جرين، هي شهادة لهذا الإنجاز سي عمر طرباك. لكن يعني ربما في البين أنه الإنسان يشوف هذا الإنجاز، لكن معاناة المهندس سواء معاناته واهتماماته في إنجاز المخطط والمتابعة ومعاناته الأخرى، كيف كان ظروف يعني إنجازك لهذا المقر؟ مادام حنا بنا هذا المقر يعني ومن سيليجيتيم أنه نحكي عليه بهذه الطريقة. تفضل. والله ككل إنجازات فيها جوانب مفرحة وجوانب سلبية، يجب على المهندس المعماري أو صاحب المشروع صاحب الدراسة أن يتجاوز كل الصعاب حتى يمكن لتصوراتها كي أن تصبح شيئا ملموس، لأنه شئنا ما بين هناك من الناس من يمقت النجاح، هناك من الناس من لا يحب الشيء الحسن. صادفت في حياتي بأسف شديد بعض المسؤولين الذين
الذين لو 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 تتبعنا توصياتهم لما كان إنجازكم هذا بهذه الصفة. لا أريد أن أطيل في هذا الجانب السلبي، ولكن أريد أن أثمن ما قاله وزير. السيد الوزير وكذلك السادة الذين توالوا على زيارة هذه المؤسسة الذين شكرونا، وأنا أفتخر كثيرا بهذه اللؤلؤة. نعم. هي لؤلؤة معمارية. لذلك قلت لك في 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 فيما مضى أن المهندس الجزائري ليس فقط طرباق عمر، كل المهندسين الجزائريين هم رجال أكفاء. صدقني. صح. فأعطوا المثال عندما يتركون وطنهم. فنحن المهندسين أو أطباء أو الإطارات كفة، عندما نكون في وطننا نحتقر، وعندما نترك وطننا نصبح أدمغة. شيء مفارقة عجيبة ولكنها موجودة. نعم، ولكن في المقابل فيه يعني مؤخرا استحسان للطاقات وتشجيع للطاقات، هذا لا شك فيه. جميل. خاصة من طرف فخامة رئيس الجمهورية الذي يحث دائما، زميلي الشريف الذي يحث دائما في توصياته على احترام المهندس المعماري وما ينجزه المهندس المعماري، وأعطى قيمة للهندسة المعمارية حتى قدم جائزة رئيس الجمهورية لأحسن. هناك جائزة ما خممتش تروح خارج البلاد فيما سبق؟ ليست من اهتماماتي بتاتا. جميل جدا. أنا أحب وطني وأعتز بتواجدي في هذا الوطن المقدس. جميل جدا. سي عمر، نروح للجانب آخر مهم جدا، هو اهتماماتك في مجالك الهندسة عبر تراب الولاية. ذكرت العامرية، ذكرت هذا المقر ببلدية أم بواقي، يعني هل أغلب البلديات كان عمر عنده بصمة في أغلب بلديات الولاية ولا؟ في معظم البلديات إن لم أقل جميعها، من مشاريع صغيرة إلى كبيرة، فأنا جبت كافة البلديات بمشاريعي والحمد لله هي في مجملها ناجحة. نعم. الحمد لله. لما تحدثنا عن المدينة الفاضلة، ربما حتى لا نحرم ربما بعض المدن بولاية مبوقي اللي عندها تاريخ صراحة، واليوم راه ينظم ملتقى وطني بمناسبة الثورة المجيدة بعين البيضاء. هذه المدينة اللي عندها خصوصيتها، وش تمثل مدينة عين البيضاء؟ عين البيضاء في شخص المهندس عمر طرباك. بلدية عين البيضاء هي من أكبر بلدية الولاية ومن أقدمها، هي مدينة عريقة متأصلة في تاريخ هذه الولاية. هي كذلك لها تاريخ كبير وضلع كبير في ثورتنا الممجدة. أحترم أهلها وكما نقول لهم إحنا هم البلدية تاعنا تاع أم بواقي. صح. هم البلدية تاع أم بواقي، تاع أم بواقي غيروا من تاع البيضة. كلهم خلاص، كل آخرين بلدية، وإن كان أنا أحترم الجميع. ففي عين البيضة كي تعود تتجوب خاصة وسط المدينة القديم تاع عين البيضة، تحس هذا هي أن هناك بصمة. والمجهودات الدولة الأخيرة زادت أعطت لهذه البلدية رونق آخر. نتمنى لها كل النجاح، وأتمنى أن تصبح من أجمل المدن، وأتمنى كذلك أن تصبح ولاية من ولايات الجزائر إن شاء الله يا رب. ولما لا. سيد عمر طرباك، زيارة أخيرة لأول الحفل الأخير لولاية لإذاعة الجزائر بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، كان السيد الوالي بريمي جمال الدين شرفنا ولأول مرة دخول مقر الإذاعة، وتحدث حتى هو على هذا التحفة المعمارية الخاصة بالإذاعة. علاقة مكتب الدراسات بالسلطات الولائية؟ علاقة أي مكتب؟ أولاً على ذكركم للسيد الوالي، أود أن أرحب به في ولايته، في وطنه، هي ولايته ووطنه. نتمنى له كل التوفيق، ونقول له بأننا سنساعده في كل الميادين. نحن هنا لنساعد على أن تنجح مهمته، ونحسبه إن شاء الله من الطيبين. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أستاذ عمر طرباك، تحدثت وتحدثنا في الكواليس عن اهتماماتك سواء الهندسية ولا حتى في البناية كبناية، مشاريعك وطموحاتك في دعم قطاع السكن بالولاية كشريك لسلطات الولاية. والله طموحاتي في مجال الهندسة المعمارية هي كطموحات أي مهندس. فالمهندس بالدرجة الأولى هو فنان. هو فنان من النوع الرفيع، بحيث أنه أنا مثلا
تخيلت هذه الإذاعة وهذا المقر قبل أن يراه أي إنسان. أنا رأيته قبل أن تروه جميعكم، فأنا رأيته وعشته، ثم أنا اليوم أعتز بأني في وسطه أتكلم عنه وعن مشاريع أخرى. أنا أحب الإبداع، ولكن الصراحة تقال في وطننا هذا الإبداع أصبح لغة غير مفهومة عند البعض، وخاصة عند بعض المسؤولين. فالإبداع ليس افتخارا، وليس تجاوزا، وليس سوء تعبير. فالإبداع أو كيف يقولون هنا تفوخ، مفاخرة، جي تقول مفاخرة. الإبداع هو يعطيه الله لبعض من خلقه. نعم، يعطيه الفن، يعطيه الإبداع، يعطيه النزاهة، يعطيه لمن يشاء، يعطيه لمن يشاء. خير رزق من أرزاق الله. فهو غير متقبل من طرف الجميع، فيجب على الفنان أو المبدع أنه يثابر. مثلي أنا إنسان مثابر، ولذلك ترى بعض الناس يكرهونني أو يمقتونني لأنني أثابر. فهذه الإذاعة وهذا المشروع ومشاريع أخرى، لو لم أثابر ولو لم أصمم ما كانت لتكون على هذا النحو. لذلك يجب على الإنسان المبدع أن يثابر وأن يعمل وأن يتحمل الصعوبات مهما كانت. نعم، الإبداع يكون نتاج تراكمات علمية، نتاج هي موهبة، لكن الإنسان يصقل هذه الموهبة ما يخليهاش. أنا عندي موهبة الرسم بس ما يخليهاش، لازم نتمرن عليها. عمر المهندس، بعيدا عن الهندسة وعن المخططات وإلى المكتبة وإلى الكتاب، عمر فاجأتني اليوم صراحة، لأنه أنت ربما أخي وصديق خارج أسوار هذه الإذاعة ومن الأهل إن صح التعبير، لكن ما كنتش نعرف أنه عمر بهذه الثقافة العربية خاصة وهذا التمكن، أنه جيكم كان متمكن في الفرنسية أكثر، لكن أنت جمعت بين هذا وذاك. اهتماماتك في القراءة والكتاب يا أخي. أنا قلت لك أني شاعر، شاعر باللغة العربية. جميل. وما ابتعادي عن الشعر وعن لم يقرا علينا شعر لا وعن اهل الادب. وانا اغازل زوجتي ببعض الابيات الشعريه. اعطي لي بيت على مره مثلا. لا هي ارتجاليه لا اذكرها، ولكن ولكن ارتجاليه. جميل. استعمل الشعر في بعض الاحيان لبعض حسابات بعض، ولكنها ارتجاليه دائما. كيف كنت نقول لك درك امام مائده الطعام يجيني الموهبه هذيك، نغني لهم تاع مانيتو، نغني لهم هذيك تاع سميره توفيق قهوتنا الموهبه هذيك، نغنيها لهم. اذا كان ممكن نديروها كنهديها لابنائي والاخر تاع سميره توفيق. واش من اغنيه بعد نشوفها؟ معليش بعد نشوفها. بعد ان شاء الله نذكرها ونبثها ان شاء الله. حنا الفرسان كاش يقولوا، تقول هذيك سميرة توفيق. نعم، تغني على الفرسان. الفرسان مهارتنا زيها سلطاني ستجد هذا. تعرفها سيرمون. في وقتنا احنا كانت مشهوره جدا سميرة توفيق بجمالها و فن اصيل. فوالا فن اصيل. وكذلك واش كنت نقول؟ الكتاب. الكتاب اولا، انا على طاولتي العديد من الكتب، وأحسن كتاب أحب قراءته هو القرآن الكريم. فهو مرجعي، وكلما ذاقت بالدنيا أرجع إلى القرآن الكريم في صلاتي وبعد صلاتي. في من الكتب المفتوحة دائما عندي والتي أقرأها دائما وأرجع إليها يدوم كتب دينية، رياض الصالحين، صحيح مسلم، صحيح البخاري، السيرة النبوية لمختلف الكتاب. كذلك أقرأ لبعض الكتاب الجزائريين، أحسنهم أو أكثرهم أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، وعابر السرير، والآن أنا مع نسيانكم. هي امرأة فاضلة لها من الكتابات التي تؤثر في أي شخص. كذلك أقرأ كتب التقنية عند الحاجة، وكذلك بعض المجلات التقنية. الآن أقرأ كتاب لنورمان فينسون بيال، كونتون فو أون بو.
هذه نقراها خطمش هنا يمدلك دي زيكزامبل تاع الناس الناجحين دي زيكزامبل تاع الناس الناجحين كيفاه بداو من الصفر حتى يصبح كل واحد عنده الاكسبيريونس تاعو وانت تشوف تستنبط بطريقه مهذبه وجميله جدا. كذلك الاخضر حمينه قريت له لي زانيو دو سينيور وقاعد نقرا ليام لا مونديالايزاسيون. هذا الصوره اللي ما كان عزيز عليك بزاف وتشتي تريح في هذا البلاصه بشكل كبير كذلك هذا مجد القديم بس بشير ابراهيم مجد ابو بكر الصديق اللي هو المجد العتيق بالنسبه لمدينه كرشها. هو المكان الذي انا اوي الى كافه المساجد ولكن احبذ هذا المسجد ففيه تاريخ مدينه عين كرشة منذ الاستعمار الى يومنا هذا. ونحن اليوم بصدد تهيئه اعداد دراسه جديده لهذا المسجد بالمكتب تاعك المكتب تاعي ان شاء الله. هي دراسه جميله جدا سيكون مسجد ومدرسه ويتربع على حوالي 1200 متر مربع فيه يتسع لحوالي 1800 مصلي ستكون به ان شاء الله مكتبه ومرافق لتعليم القران الكريم فيه ثاني ميضة كبيره وفيه كل مستلزمات المسجد مع هندسه معماريه عربيه وكذلك فيها طابع مغربي. جمالي مغاربي ومودرن وعصري ان شاء الله ستعطي اضافه معماريه للمحيط العمراني لمدينة عين كرشة. ليس بعيد عن هذا المسجد اللي تفضلته وتفضل مكتبكم هو وقف وحتى الدراسة راهي وقف في سبيل الله. كذلك في البلاصة تاع الإنجليز اللي تفضلت متفضل المكتب تاعك باش يهديها لسكان عين كرشة. كي جات الفكرة أنك تهدي هكذا يعني دراسة تبقى في قلب عين كرشة؟ والله قلت لك أنا من أسرة ثورية وأنا ابن مجاهد. وانا ابن عين كرشة فانا لو كان نلقى اي حاجه نديرها في عين كرشة نديرها لهم غراتويتمون باطل كعرفان وكعرفان بالجميل اللي تلقيته من هم هذوك الناس تاع عين كرشة ناس بسطاء هم اصدقائي هم اخوتي يحبونني واحبهم حتى من يكرهني انا احبهم فنحن نعيش ونتعايش هناك ولم أقص لا أنا ولا عائلتي طيلة حياتي بشر في تلك المدينة. الحمد لله العكس الكل يحبني وأنا أحبهم بدون شرط ولا قيد. الحمد لله. المشروع الذي أسسنا الذي هو الآن بحيز الإنجاز في إطار الإنجاز هو عبارة عن لمسة فنية لاستخلاف الكنيسة التي كانت هناك وإن كنا نأسف لهدمها لأنها تعد من التراث موروث ثقافي وموروث ديني كذلك ديني ونحن نحترم كل الأديان الجزائر تحترم كل الأديان كان لزاما علينا أن نحترم ذلك المبنى ونتركه. أنا أتذكر فيما أتذكر أن مدينة عين كرشة كانت مدينة سياحية يزورها الفرنسيس والأجانب لمعرفة لأن مركز عين كرشة هو كان مركز للتعذيب يعلم الجميع أن وين كان درك البارك وتوسا كان مركز للتعذيب وذيك السكنة التي احنا عايشين فيها درك كانت سيدي أونغار تاع وين كان يديروا لا كوليكت تاع لي ريكولت تاع عين كرشة. تعرف أن عين كرشة كانت لو غرونيي دو لوروب اون ماتيير دو دورج اي دو بلي دونك دو سيريال اي اون ماتيير دو تاع لا بوم دو تير الشيء اللي احنا اليوم نفتقدوه. تعرف ايضا بهذه المناسبه من الجانب الفلاحي ان عين كرشة سيلون لي دير تاع مارك كوت اندي واحد من العلماء الافذاذ اللي درسوا الجزائر بصفه عامه اللي يوضعوا عين كرشة من اكبر المساحات الفلاحيه الصالحه للانتاج. للاسف اليوم لسنا افهم ولكننا لنا امل مع المشروع فخامه رئيس الجمهوريه تحويل مياه سد بني هارون وان شاء الله هو في انجاز متقدم جدا سترجع الفلاحه الى هذه المدينه كما عهدناها في الفتره الاستعماريه ان شاء الله. عمر في هذه الدقائق تكلم فقط عن التحفه المعماريه اللي تكلمت عليها. نعم
قلت أنا بإعاز من بلدية عنكاشا سيد رئيس الشعب البلدي وأنا أشكره وأقدم له تحياتي واحتراماتي كذلك هو وسيد رئيس الدائرة وكافة المسؤولين المتواجدين على مستوى مدينة عنكاشا فهم من الرجال الذين يعملون ليل نهار على أن تتطور هذه المدينة بالرغم ما أقرأه أنا من انتقادات على الفيسبوك وكذلك أنا أقول فقط لإخواني الشباب أنه يمكننا دائما أن ننتقد ولكن عندما نصبح مسؤولين فالأمر يختلف تماما فأنا أرجو من الإخوة الشباب أن يتقدموا من المسؤولين حتى يعرفوا مشاكلهم وحين ذاك يمكنهم معرفة الأسباب التي تجعل تلك المحطة لم تنجز أو ذلك المشروع لم ينجز أو لماذا ذلك التأخر لأن الأمر ليس هين بتاتا أعود للتحفة هي عبارة عن 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 صرح عن صرح معماري سيعطي صورة عن 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 ثورة جزائرية في تلك المنطقة في عنكرشة لنعلم أن وسط عنكرشة كان معرضا لكافة المجاهدين والشهداء الذين كانوا يقتلون وينكلوا بهم في وسط عنكرشة شهداء كانوا نكل بهم وعلى ذكر ومثال الخميسي بالقرن على سبيل الحصر ليس على سبيل المثال للحصر للحصر نعم صح ربي يرحم شهداء الثورة التحريرية نروح ربما في الثلاث دقائق الأخرى من هذا البرنامج أنت تحدثت عن الفيسبوك تحدثت عن الشباب عمر عنده صفحة الفيسبوك وش تمثل هذه وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا كرب أسرة باختصار وكحياة اجتماعية تعطيت مثال أنه الناس تنتقد تتقرب قبل ما تنتقد تفضل الجمهورية الزرقاء تسمى الجمهورية الزرقاء الجمهورية الزرقاء إنها جمهورية افتراضية أولا أنا عندي لاباج تاعي فيسبوك تشوف فيها أنا بور موا داير جلدية طول مون أنا نقبل الناس كل بالك عندي من الأصدقاء كثير أنا أقبل من الجنسين أقبل الناس كل باش نعرف الآراء والأفكار نتاعهم وهذا ما يسمح لي باش نعرف أفكار الشباب أفكار الشيوخ أفكار 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 سيئة أو جميلة أو لذا وأهتم كذلك بالجانب المعماري مع عندي اتصالات مع مهندسين معماريين أنا أراه إذا استغل استغلالا حسنا وطيبا ككافة الوسائل الإعلامية الأخرى تلفزة أو فيسبوك أو تويتر أو ذا يجب فقط أن نعلم أبنائنا استعمالهم الاستعمال الحسن بالتربية والأخلاق الحسنة فقط شكرا ضيفي العزيز أريد أن لو تسمح لي معلش في دقيقة مش في دقيقة نعم. على أزمة السكن نعم أنا أزمة السكن هذه أنا أظن في 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 رأيي أنها لا يجب أن تكون في هذا الوطن من العار في وقتنا هذا أن نتكلم عن أزمة السكن فلنا من الوسائل ومن الأموال ومن الطاقات العلمية والبشرية ما يمكننا في أي لحظة نريد أن نحل هذا المشكل لكن الصيغ والطرق المتبعة والمنتهجة حاليا هي خاطئة أعطيك مثال أي إنسان يستفيد من سكن اجتماعي بمساحة 67 متر مربع هي صناديق أنا أنجزها لفائدة صاحب مشروع التي هي الدولة ولكننا دائما نقول أن هذا النمط من السكن لا يحل مشكلة السكن لأن الأزمة تبدأ من اليوم الذي يسكنه الإنسان أعطيك مثلا أن كوبل مرأة وزوج نعطيهم سكن يدخلوا في قفص كما هذا سكن 67 متر بعد سنة أو سنتين يعد عندهم طفل ولا زوج الله يبارك ولا ثلاثة الأزمة تبدأ من هنا لأنه لا يستطيع منذ ذلك الوقت أن يكفل أبنائه فما بالك بضيوفه وعاداته وأنا أرى أنه من واجب الدولة أن ترى طريقة أخرى مع إدخال مع شو نقولوا أمبليكي إدماج مع توظيف البنوك لكي يكونوا عونا للمواطنين
ليكون عونا للمواطنين لبناء سكناتهم على النمط الذي يريدون. والجزائر والجزائر أقولها ليست في أزمة عقار، الجزائر في أزمة عقار في الشريط الساحلي، أما ربوع الجزائر واسعة، وكلما هيئنا جزائرنا لأبنائنا فسنعيش فيها حياة رغدة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك عمر. أفكار ضيفنا عمر طرباك تتواصل، والبرنامج يتواصل، وضيف برنامج في أحضان الشوية. Yeah.